السيد الوزير والطاقم الرفيع المستوى المرافق له. نختار هنا الشيد بهاي الميزانية، لأن جميع بنودها إلى يلقي حد عليهم نظرة يضاح له عنها مستهدفة المواطنين في جميع مجالات الحياة. اختار الشيد أيضا بالزيادة الحاصلة فيها رغم الظروف الدولية الصعبة وانخفاض أسعار المواد المعدنية. نختار هنا طرح السؤال ونجاوب الراسي، لماذا رغم الظروف تزيد الميزانية؟ نتيجة لاش؟ نتيجة لحسن التسيير وللنهج اللي انتهج رئيس الجمهورية من جهة الحكم اللي هو مكافحة الفساد بشتى وسائله وبدون تمييز بين زيد ولا عمر، يعني جميع الأشخاص اللي يالله يكافح الفساد فيهم وعدلت بدون تمييز بيناتهم. نختار هون في طار مكافحة الفساد الشيد أيضا بدور قطاع الجمارك أيضا محاربة هذا الفساد، لأن احنا كاملين نعرف عن قطاع الجمارك منذ سنوات كان بؤرة من بؤر الفساد، والآن أصبح مردوديته واضح فيه أنه حارب فيه الفساد وأنه مات يعدل فيه الشيء من الروايات السيئة اللي كانت تعدل في الماضي، وبالتالي وضاح ذاك مردوديته على الاقتصاد. نختار هون في إطار مكافحة الفساد أيضا، وفي إطار مكافحة الفساد نختار الشيد كيف قلت بقطاع الجمارك وبأهمية اللي عدل، وفي إطار نختار هون في إطار تفادي يا كنا نتفاداو هاي التأثير اللي يخلق عند انخفاض المواد أسعار المواد المعدنية، نعطوا لفتة كريمة ونعطوا دعم للمواد الأخرى الثروات الوطنية اللي ما قادرها في انخفاض المواد المعدنية اللي هي المواد الثروات الحيوانية والزراعية. وفي هذا الإطار نختار نطلب من السيد الوزير ومن خلاله نوجه طلب للوزير المعني اللي هو وزير التجهيز والنقل أن خالق قرية زراعية ورعوية بامتياز يقال لها شاريم في عزلة تامة نتيجة لوعورة طريق. نختار يعطوها لفتة كريمة لين يفكوا عن هاي العزلة ولا تعود مردوديتها أشبه به اللي هم يعيشوا على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية، لكن هم في عزلة تامة نتيجة لوعورة الطريق، وهم خارجة بليدة من طالي يبعدوا منها 15 كيل من بلدية التنسيق اللي هي نيملا، وهذا قد يعود لا بسيط. هذا الطلب وجهته. عقب ذاك نختار هون في طار أيضا اللفتة الكريمة اللي لافت رئيس الجمهورية في طار أهمية اللي عاطي للتعليم. نختار من خلالكم أيضا نوجه طلب للوزير المعني عن خارج أيضا قرية قال لها صالة النعوي تبعد 50 كيلو من تججة ليلو سنوات أولادها وبناتها وأكثريتهم البنات يلحقوا الكونكور وينجحوا شهر الإعدادية ويقعدوا تخسر قرايتهم بهم اللي ما عندهم إعدادية، وبالتالي ما عندهم اللي صيفة يتحولوا بها الأسر اللي فاتوا عادوا عندهم ديارهم فم وحالتهم كاملة يتحولوا شهر المدينة نتيجة لصعوبة الظروف. نختارهم تعدلهم إعدادية في صالة، لكن الانقطاع المدرسي الخالق لهم يتفاداوا. من ناحية أخرى نختاركم السيد الوزير عن خارج ثقافة قالها ثقافة التقييم، نختارها تعود ترست خفضها للمسؤولين وفي جميع القطاعات، لأنه في الحقيقة بدون تقييم ما فيه أي نتيجة في مجال السوشيال المجالات، لأن إحنا مثلا كبرلمانيين يتراهم قيموا مشروع مثلا تمويل معين إلين ما تعود فهم هاي الثقافة اللي قالها التقييم ما قدوا نعرفوا يا كان ذا المشروع يا الله يوقف يا كانوا يا الله يتواصل كانوا يا الله ينزاد بهاش به اللي أساسية هاي الثقافة طالبة منكم عنكم تعملوا على ترسيخها في هذا الوضع. وشكرا.